شيخ عبد الرحمن، في من الناس من فتح الله عليهم في العبادة، وفي من الناس من فتح الله عليهم في التجارة، في من الناس من فتح الله عليهم في جميع أبواب الخير المتفرقة. رسالة لمن فتح الله عليه في المال تحديدا، وش نقول يا شيخ؟ يعني في ناس ربما أن يشكك في بعض هذه الأوقاف، أو أنه يعني، وأنت تعرف يعني موجودين وإن كانوا قلة، لكن ودنا تكون رسالة عامة لهم، وكذلك أن الإنسان يقدم له بالشيء اليسير. وأنت يمكن سبق أنه جمعنا عمل واحد، وكان دورنا فعلا أنه حنا نؤمن مستقبل الجمعية بعد الله في تأمين مواردها المالية. نعم، طبعا المال هو للعمل الخيري بشكل عام يعتبر عصب حياة لقوام هالعمل، مع دعمه بكافة الوسائل والاحتياجات اللي يحتاجها، لكن المال يعني أساس لقيام هالجمعيات. ومن أنعم الله عليه وامتن الله عليه بهالمال هو وديعة عنده، فليستخدمها بإحسان. من أوجه الإحسان الموثوقة التي وثقت بها الدولة، وهي التي وضعتها. نعم، وثقت بها الدولة بأنظمتها، بمتابعتها، يعني المعاملات الدقيقة واللوائح المحكمة، وتتطور بين وقت وآخر. أنا أقول ويعني أنا من القطاع الخيري من سنوات طويلة قاربت 20 سنة، ننافس يعني في الحوكمة والموثوقية ودقة الإجراءات والشفافية كذلك. نعم، الشفافية القطاع الخاص وغيره من القطاعات. يا سلام. بإذن الله عز وجل، حتى لو كان هناك من أخطاء فردية فهي قلة، وحصلت الأخطاء في خير الأزمنة، ليس في فقط هذا الزمن. نعم، صحيح. فالعمل الخيري وصدقتك وتبرعك بإذن الله عز وجل في مكانه. الجمعيات الآن يعني النظام الموجود من الوزارة، ويتبعه حتى بقية الوزارات اللي تشارك في هذا العمل كوزارة الداخلية وغيرها، يعني موثوق جدا. الأمور المالية المحاسبية مدقق فيها. ولسيما أن هذه الجمعية رأس مجلس الإدارة أمير منطقة المدينة، جمعية البر بالمدينة، رئيس مجلس الإدارة الأمير فيصل بن سلمان، عدد من الجمعيات الصغيرة والكبيرة يعني يعلمون أو قد لا يعلمون أنه يقوم عليها مجالس إدارة متطوعة. يا سلام. يأخذون من وقتهم ومن جهدهم، بل ولا يتقاضون قبل ذلك ريال واحد، متطوعين، بل حتى من جاههم يذهبون أعضاء مجالس الإدارة. وقابلنا يعني عدد من الأعضاء قد كبرت به السنوة، وهو يذهب إلى هذا التاجر وذاك المتبرع لا يتقاضى ريال واحد. نعم، صحيح. وإنما هو لشفاعة للحالات التي تقوم عليها جمعيتها، إما فقراء أو أيتام أو أرامل أو مرضى أو مرضى أو أيا كان نوع الاحتياج. فأنا أقول يعني الجمعيات بإذن الله عز وجل يعني نسبة الموثوقية فيها عالية، مكان مصرح ونظامي وأساسي لاستقبال تبرعاتك. يبقى أن هذا من تلقاء نفسك ما تجود به النفس. أذكر من الحالات يعني التي مرت بنا في تبرعات أهل الخير، يعني قد تجد أحيانا يتبرع الشخص أو ابنه أو قريبة من أهل المال واليسار. أحد المتبرعين جزاه الله خير يعني سأل سؤال وكان من ذكائه في التبرع. هناك بعض الحالات التي تتقدم للجمعية وتقبل بعد دراستها دراسة مستفيضة، لكن لا يبدأ الصرف إلا بعد فترة شهر أو أكثر، يعني يبدأ في الصرف المنتظم. فطلب الحالات هذه اللي في الفترة المتعلقة لأن لهم احتياج شديد لكن قد ينتظر شهر، فطلب مثل هالحالات مثل ما يقول يكون هو خط ساخن، عطوني هالحالات. فيكون كل شهر يعني أي حالة انتظار عطوني أخلصها، أي حالة انتظار أنا أنفق عليهم لين تبدأون لهم الصرف. فأبواب الخير والعطاء من أهل اليسار يعني متاحة لهم أكثر، وأيضا من هم أقل يعني من لا يجد إلا يعني دعاءه أو دعمه أو تطوعه. هذه وإن كان يعني قال الصحابة ذهب أهل الدثور بالأجور، ففتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الأذكار ومن القول الطيب ما يؤجرون عليه. يا سلام. الرسائل هالحين، الرسائل الآن أحسنت. صورة تنقلها هذه يمكن وراها أجر عظيم، تغرد بها، تسنبها، صحيح، تؤجر عليها وتشارك.